قبرة وابنها سنة خامسة. رأيت في بعض الرياض قبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة وهي تقول: يا جمال العش، لا تعتمد على الجناح الهش، وقف على عود بجنب عودي، وافعل كما أفعل في الصعود. فانتقلت من فنن إلى فنن، وجعلت لكل نقلة زمن، كي يستريح الفرخ في الأثناء، فلا يمل ثقل الهواء. لكنه قد خالف الإشارة لما أراده يظهر الشطارة، وطار في الفضاء حتى ارتفع، فخانه جناحه فوقع. ولو تأنى نال ما تمنى، وعاش طول عمره مهنى. لكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوته. قالت وابنها: رأيت في بعض رياض قبة تطير ابنها بأعلى الشجرة وهي تقول: يا جمال العش، لا تعتمد على الجناح الهش، وقف على عود بجنب عود، وافعل كما أفعل في الصعود. فانتقلت من فنن إلى فنن، وجعلت لكل نقلة زمن، لكنه قد خالف الإشارة كي يستريح الفرخ في الأثناء، فلا يمل ثقل الهواء. لكنه قد خالف الإشارة لما أعاد يظهر الشطاءه، وطار في الفضاء حتى ارتفع، فخانه جناحه فوقع. ولو تأننا ما تمنى، وعاش طول عمره مهنا. لكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوته. أحمد شوقي. القبعة وابنها: رأيت في بعض رياض قبة تطير ابنها بأعلى الشجرة.